بسم الله الرحمن الرحيم. دول ثلاث فدادين كف واحد مش مزروعين، مكانهم موقعهم ممتاز جدا زي الفل. دي في قرية الشجاعة، ثلاث فدادين موجودين اهم على طريق الاسفلت. فدادين ناصية هي على طريق الاسفلت اهو، ده الطريق الاسفلت. ناصية 55 متر، واجهة 55 متر على الطريق الاسفلت ده. مية شرب وكهرباء زي الفل. المية كام جزء يا باشمهندس؟ المية تشرب مية بلدية. مية بلدية، مية حكومة. مية حكومة. ثلاثة فدان زي الفل. اه، طول 245 متر. 55 متر واجهة في طول 245 متر. زي كف الإيد ما شاء الله، الله أكبر عليهم. ربنا يبارك لصاحبهم ويبارك في المال الطيب ويبارك في اللي هياخدهم. زي الفل. مطلوب في الثلاث فدادين 2,100,000، وفيهم تفاوض، بس التفاوض بسيط لان هي الارض ما شاء الله الله اكبر جميله كف واحد. وادي الاسفلت، وادي طريق مصر اسكندريه الصحراوي. ادي هنطلع على الاسفلت اللي هم عليهم الارض اهم، الثلاثه فدادين في طريق اسفلت فرعي. الاسفلت الفرعي، وادي مصر اسكندريه الصحراوي. مفيش حوالي 500 متر، يعني 500 متر او اقل. ما شاء الله الله اكبر، ربنا يبارك في اللي هياخد ويبارك لصاحبهم فيهم او في مالهم لما يبقى.